5 مساء في القاهرة. مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العناوين. رئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على المشاركة في أي جلسات تدعى إليها بالحوار الوطني. 19 فلسطينيا شهيدا في يومين من العدوان الإسرائيلي على غزة، والفصائل تطلق عددا من الصواريخ على المستوطنات المحيطة بالقطاع. تفاصيل النشر، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تدعى إليها في إطار الحوار الوطني. وخلال اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية، أكد مدبولي أن الحوار الوطني هو جزء مهم من الحراك الإيجابي الذي تشهده الدولة حاليا، مشددا على أن الحكومة تجتهد لصالح الوطن والمواطن. على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى المجلس للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه بسرعة انتقال باقي الوزارات تباعا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين. كما تطرق مدبولي إلى ملف طروحات، مؤكدا المتابعة المستمرة من جانب الحكومة للموقف التنفيذي لطرح الشركات السابق الإعلان عنها. كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها بالتركيز على إنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات الحالية، مؤكدا أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية المختلفة. مدبولي كذلك أعرب عن اهتمام الحكومة الكامل بملف السياحة وحرصها على دفع هذا القطاع لجذب السياحة الوافدة من بلدان العالم، مع الاهتمام بتطوير المقاصد السياحية. أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في معالجة التحديات التي تواجه التنمية، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة. كما عززت مصر تجربتها في الحد من الفقر وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة لمدة 5 سنوات. أنشطة متنوعة يحظى بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مشروعات التكيف البيئي والمناخي، ومجالات اقتصادية وثقافية وتراثية. ليأتي حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ويعبر عن تفاؤل كبير نحو إطلاق إطار استراتيجي لتعاون مصر مع الأمم المتحدة حتى عام 2027، مرحبا بالقطاع الخاص وانفتاح اقتصادي يتلازم مع برامج للحماية الاجتماعية. ولقد أحرزت مصر تقدما كبيرا خلال الأعوام الماضية بمشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوى القطري، وتصدر دعم الأمم المتحدة كونها الشريك الإنمائي الأكثر تنوعا، مقدمة شركاء التنمية ذوي الخبرات المتعددة في كافة القطاعات. وعززت مصر تجربتها في مجابهة الفقر وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وتمكين النساء والشباب. ويأتي تعزيز دور المرأة وتمكين الشباب والنساء واتباع النظم الاقتصادية المبتكرة أهم ملامح التعاون المصري الأممي لتوفير حياة كريمة للمواطنين. من ضمنها توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، والذي يقدم الدعم لملايين الأسر. كما قامت الدولة بزيادة المعاشات التقاعدية والأجور، وتبنت إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض، فضلا عن أشكال الدعم المختلفة للسلع والخدمات الأساسية. يتسق هذا الإطار مع أهداف العديد من المبادرات القومية، مثل الاستراتيجية القومية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية 2030. وكما تتابعون حضراتكم، أود الإشارة إلى اتساق أهداف الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة مع المبادرة الرئيسية حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ قرابة
400 مشروع من جانب وكالات الأمم المتحدة في الكرة حياة كريمة لخدمة أكثر من 1.5 مليون مواطن. أشدنا منظومة الأمم المتحدة للانضمام لهذا الإطار، 26 كيانا موجودة في مصر، بعضها تعمل من مقرها، جميعها عملت بشكل مشترك على إطار التعاون والذي سنوقعه اليوم، وهو ما يمثل بزيادة قدرها 7 وكالات تابعة مقارنة بإطار التعاون الأخير. في مراسم التوقيع، وتلتزم الحكومة المصرية بتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية مع وجود قطاع خاص تنافسي لتبدأ التنمية والاستثمار في البشر. توقيع إطار استراتيجي بين مصر والأمم المتحدة لتنفيذ برامجها الإنمائية وصولا للفئة الأكثر احتياجا ولتمكين المرأة والشباب والتأكيد على القدرة الأساسية للاقتصاد المصري بحلول عام 2027 ولضمان وجود قدرة حقيقية لدى الدول لمجابهة الأزمات والكوارث الدولية. حماد العرب، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا صحة لرفع سعر الرغيف المدعم تزامنا مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع أسعار السولار، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الخصوص. وأكدت الوزارة استمرار نظام صرف الرغيف المدعم على بطاقة التموين ب5 قروش فقط دون زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية. أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنه تابع ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات غير صحيحة حول سعر الدولار منسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤكدة أنه لم يدلي بها على الإطلاق. وأضاف المرصد أن التصريحات غير الصحيحة المنسوبة لوزير المالية تتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار المتوقع لمدة عام بمشروع الموازنة الجديدة الذي أعلنه خلال إلقاء البيان المالي بمجلس النواب، موضحا أن المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائما متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام. وهذا هو ما تم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل. وأشار إلى أن وزارة المالية تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات وتقدير الاستثمارات وغيرها. أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 37 إثر تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 19 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان بوقوع سلسلة انفجارات عنيفة في خان يونس بالمنطقة الجنوبية من القطاع. هذا وقال جيش الاحتلال إنه نفذ ضربة جوية مركزة استهدفت البنية التحتية لعناصر حركة الجهاد في قطاع غزة. في المقابل دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، كما أفادت مصادر إعلامية بإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة وسط تحذيرات للمستوطنين بعدم مغادرة منازلهم، فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن أنظمة اعتراض قد تمكنت من إسقاط صواريخ أطلقت من غزة قرب مدينة عسقلان. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال اقتحم بأعداد كبيرة بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة، وفتح النار عشوائيا باتجاه المواطنين ما أدى لاستشهاد الشابين في سيارتهما. كما اعتقل جيش الاحتلال 23 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالبلدة. على جانب آخر، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، كما نفذت مجموعات من المستوطنين جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما عززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل المسجد وعند أبوابه.
وفيما له صلة طلب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على وقف الجرائم الإنسانية ضد الفلسطينيين. جاء ذلك الاجتماع الذي عقده مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي المحتلة، وذلك بناء على طلب مصر وفلسطين والأردن. وبحث الاجتماع أيضا سبل مواجهة العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى برلين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام. وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا سيشاركون في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف المتحدث أن الوضع المتفجر في الأراضي المحتلة نتيجة الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال للمدن الفلسطينية واستهداف المدنيين خارج إطار القانون إنما يمثل تصعيدا خطيرا ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة، وهو الأمر الذي يقتضي تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق هذا الغرض. أعلنت مصادر سودانية أن انفجارات قوية هزت مدينة أم درمان شمال غرب الخرطوم، كما سمعت نيران المدفعية الثقيلة نتيجة اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع. وأفاد شهود عيان أيضا بوقوع اشتباكات بمناطق الصحافة وشنبات والحلفاية بالعاصمة. من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسببت حتى الآن بتشريد أكثر من 700,000 شخص، وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الحرب يمكن أن يدفع 2.5 مليون شخص إلى الجوع، ما يعني ارتفاع عدد من يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية في السودان إلى 19 مليون شخص في غضون أشهر. هذا وتواصل مصر تقديم المساعدات للأشقاء السودانيين الذين وصلوا الأراضي المصرية عبر المعابر الحدودية مع السودان، وتعمل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية جنبا إلى جنب مع مصر لمساعدة السودانيين الفارين من ويلات القتال بالسودان. منذ 25 يوما مضت من اندلاع القتال بالسودان، حظي الأشقاء السودانيون فور وصولهم الأراضي المصرية على كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، مشاعر يمتزج فيها الإحساس بالأمن والأمان مع حسن الاستقبال والدفء المجتمعي من المصريين. هذه المشاهد رصدتها أعين ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية بالمعابر المصرية الحدودية مع السودان. رئيس الجمهورية السيد السيسي مشكور جزيل لحسن الكرم ولحسن المعاملة ولحسن الضيافة ولحسن خدمات، مشكورا شكرا جزيلا ان شاء الله. منظمات مصرية واخرى دولية ومجالس القبائل العربية وغيرهم يتكاتفون عند المعابر المصرية السودانية لتقديم كافة التسهيلات والمساعدات للفارين من القتال بالداخل السوداني. ورغم تمديد الهدن الإنسانية إلا أن استشعار الأشقاء لخطر العمليات العسكرية ببلادهم جعل الحافلات تتدفق باتجاه مصر بحثا عن النجاة. احنا نشكر الشعب المصري جدا جدا، خاصة في المعبر بتاع شكيت الاستقبال، حفاوة الاستقبال، ما حوجونا من حاجة، من كشف طبي، من استقبال، من طعام. صراحة نعم الخوة، وبيقولوا ابن النيل ابن النيل ابن النيل، يعني صراحة لم يجد السودانيون كلمات تعبر عما بداخلهم من شكر وحب وانتماء لما تقدمه مصر شعبا وقيادة لهم في أكبر أزمة إنسانية شهدها السودان في تاريخه.
هذه المواقف تبرهن على دور مصر المحوري لنجدة الصديق والشقيق، فمصر وإن استضافت الملايين من الأشقاء على أرضها بترحاب الشقيق وقت الضيم، فإنما تمارس دورا لطالما عرفت به عبر تاريخها الطويل، حيث لقبت عبر العصور بأم الدنيا الشقيقة الكبرى. مصر الملاذ الآمن للباحثين عن الحياة. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان تقديم الخدمات الطبيه ل 581 قادما من المصريين العائدين والاشقاء النازحين من السودان عبر ميناء سفاجا البحري بالبحر الاحمر. واوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم الصحه انه تم توقيع الكشف على 466 قادما من خلال عيادات الحجر الصحي بالميناء، وتطعيم 114 طفلا بالطعوم المضادة لشلل الأطفال، إلى جانب تحويل حالة واحدة إلى مستشفى سفاجا العام لتلقي الخدمة الطبية اللازمة. أصيب ضابط وأربعة عناصر من الشرطة السورية إثر انفجار سيارة أمام مركز للشرطة في منطقة برزه بالعاصمة دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصادر بالشرطة أن الانفجار أسفر عن إصابة ضابط وأربعة من عناصر الأمن. هذا وتكثف السلطات السورية جهودها للوقوف وراء أسباب الحادث. أعلنت سوريا تلقيها دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في الرياض في 19 من الشهر الجاري. كانت الخارجية السعودية قد أعلنت أن المملكة ستستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا بعد قطع العلاقات الدبلوماسية لأكثر من 10 سنوات. وفي بيان لها أكدت الخارجية السعودية أن القرار يأتي من منطلق العلاقات الأخوية بين شعبي البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبها قررت دمشق استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية. وقع هجوم بالقرب من معبد يهودي بجزيرة جربة تونسية أسفر عن مقتل رجلي أمن وزائرين للمعبد وهما تونسي وفرنسي. هذا وأوضحت الداخلية التونسية أن المهاجم وهو رجل أمن قتل زميله وحاول الوصول إلى محيط المعبد، حيث أطلق النار بشكل عشوائي على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له وأردته قتيلا. كما أسفر الهجوم عن إصابة 6 من أفراد الأمن وأربعة آخرين. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التخلف عن سداد الدين العام للولايات المتحدة ليس خيارا واردا. تصريح بايدن جاء بعد انتهاء اجتماع عقده مع المعارضة الجمهورية من دون التوصل إلى حل للخلاف الدائري بشأن رفع سقف الدين العام، إلا أن الفرقاء اتفقوا على عقد لقاء جديد بعد 3 أيام. ويسمح رفع سقف الدين الذي حدد حتى الآن عند 31 تريليون دولار يسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع الأجور لموظفيه ومستحقات الدائنين. يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم أمام محكمة خاصة بعد أن تم اعتقاله بتهم فساد. وأثار اعتقال خان موجة احتجاجات عنيفة في البلاد شهدت اشتباكات بين أنصاره وبين قوات الأمن، وأعلنت الشرطة توقيف نحو 1000 شخص في البنجاب كبريات الولايات في البلاد بتهم إثارة الشغب والتسبب في إصابة 130 من عناصر الأمن. وفي لاهور اقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري، كما أغلق متظاهرون كذلك بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روال باندي قرب إسلام أباد. وعودة مشاهدينا الكرام إلى أخبارنا المحلية، حيث وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونظيره البرتغالي بروتوكول التعاون لتعزيز قدرات القطاع الصحي والدوائي. وأشار عبد الغفار إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتعاون مع نظم الرعاية الصحية المتطورة في البرتغال، ما يسهم في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات لمواطني الدولتين. يتضمن البروتوكول
في مجالات تطوير نظم الرعاية الصحية واستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك تطوير نظم تخطيط وتنفيذ ومتابعة خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة، فضلا عن تبادل الخبراء وتأهيل الكوادر الطبية. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى 1,800,000 طن، وذلك عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية. هذا وقد أثنى المزارعون على قرار الدولة بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1500 جنيه فضلا عن صرف 10 كيلوغرامات نخالة لكل أردب قمح مورد من المزارعين. وبدأ موسم توريد القمح يدخل في الذروة، آلاف الأطنان تدخل يوميا لأكثر من 400 موقع قد أعدت خصيصا لذلك. ما شاء الله، يعني الإيراد النهاردة كبير، والقمح زي ما حضرتك شايف يعني حاجة مبشرة. التصنيفات حسب النظافة 23.5، ودي أعلى درجة، دي الفلاح بياخد فيها أعلى قيمة منزلها الدولة اللي هي 1,500، وبعد كده 23 بتنزل 25 جنيه، بعد كده 22.5، ودي بتبقى نازلة 50 جنيه اللي هي 1,450. القرارات الجديدة التي اتخذها المسؤول الأول عن التموين قد ساهمت في ذلك مع رفع سعر التوريد، فعشرة كيلو ردة تصرف على الإرتبة عند التوريد للدولة. التيسيرات كثيرة، منها السعر أولا، ثانيا صرف كمية من الردة الخشنة، لأنه أي مزارع بيكون عنده قطاع للإنتاج الحيواني في البيت، فبالتالي الدولة بتقدم له كمية من الردة بما يوازي 10 كيلو عن كل أردب أقمح يتم توريده. ده جزئية. الجزئية الثالثة والأهم أنه في تيسيرات في عمليات الاستقبال، ومجرد وصول الفلاح بيتم فرز السيارة أولا. معظم الأقماح التي تم استقبالها لهذا العام الرتبة فيها 23.5، بيتم تسليم الشيك وباستلام المبلغ المخصص له في خلال فترة وجيزة عقب استلام الأقماح. كل ذلك بدأ ينفذ على الأرض وأتى بثماره على المزارع الذي وجد في توفير الردة طريقا آخر يضاف على سعر التوريد. يعني بالقمح، كمية القمح زادت بالنسبة من ساعة قرار الردة ما طلع، يعني زود لينا 10 كيلو ردة في كل أردب، يعني 20 الفدان يجيب له 20 أردب، في 10 كيلو ب 200 كيلو، وبدل ما كنا هنخزن القمح كده مش هنخزن، هنجيب القمح بتاعنا كله الشركة هنا إن شاء الله. نشكر السيد الوزير، بيقول لك جاب للأردب بالقمح 10 كيلو ردة. حالة الرضا تلك انعكست في نسب التوريد التي وصلت في الموقع لما يزيد عن 2,000 طن يوميا. وبينما تتغير الصورة من مكان لآخر، سواء بالمطاحن أو الصوامع، يبقى المضمون هو من حيث كثافة التوريد ودفع المستحقات سريعا. فمن المطاحن إلى الصوامع لا يختلف الحال كثيرا، فنسب التوريد التي باتت في ازدياد زاد مع توريد القمح من الأراضي المستصلحة هذا العام. وإحنا دلوقتي القمح أول ما بيتورد بيتم قبل ما يدخل الصوامع ويتخزن، بيتم على مروره على معدة اسمها مغناطيس، زي ده مغناطيس دوار، بيتم تنقية الأقمح من أي نوع من أنواع أي شوائب أي حديدية، وبرضه في فلاتر وفي غربال بيتم المرور عليهم لتنقية القمح من أي شوائب. بعدين بيتم حفظه في الصوامع دي 12 صوامع و12 خلية، كل خلية 5000 طن بإجمالي ساعة 60,000 طن. وهيتم التوسيع إن شاء الله في الخطة القادمة في 8 خلايا تانية هيتعملوا، بحيث إن تبقى ساعة الصوامع 100,000 طن إن شاء الله. وما بين هذا وذاك يظل التوريد في صالح المزارع الذي يعود إليه القمح في شكل خبز مدعم بخمسة قروش. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على المشاركة في أي جلسات تدعى إليها بالحوار الوطني. 19 شهيدا فلسطينيا في يومين من العدوان الإسرائيلي على غزة، والفصائل تطلق عددا من الصواريخ على المستوطنات المحيطة بالقطاع. شكرا لكم كل التحية. للمزيد دائما مسبيرو.تي جي.